عشان كده الحقيقة كنا في مجلة الأهلي النهاردة حريصين في عدد اليوم على وإحنا بنحتفي بالأهلي في هذا العدد إن إحنا نبدأ نبص مع مسيرة العشرة ممكن الأشقاء العرب شايفين الأهلي إزاي، فكانت فرصة لاستكتاب واستضافة والترحيب بنخبة من الأقلام العربية على صفحات المجلة. الحقيقة أن استقلنا المسألة الزميل العزيز والناقد الرياضي المتميز صديقك أسامة السويسي عشان يقدم لنا بانوراما لعدد كبير من النقاد الرياضيين والإعلاميين العرب، كل واحد فيهم كتب مقالة عن الأهلي وعن رؤيته للأهلي وشايف الأهلي إزاي بنجاحه في كأس العالم للأندية، فكانت الخلاصة مجموعة من المقالات المهمة نخلصها في هذا التقرير. تتويج المارد الأحمر بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه كان حديث الإعلاميين العرب، حيث وصف الإعلامي اليمني محمد العولقي الأهلي بملك القرنين المتوج بكل الألقاب الممكنة وغير الممكنة بعد أن أدمن تبييض وجه الكرة الإفريقية مع كل محفل دولي وتعود دائما على مداوات الكرة العربية من غيبوبة الجرح. إنه الأهلي الذي يدخل الفرحة إلى كل بيت مصري وعربي لأنه دائما يسير على الصراط المستقيم بفضل قوة الدفع الرباعي، الإدارة، الجهاز الفني، اللاعبين الاستثنائيين والجمهور الوفي المخلص. وطالب الإعلامي اليمني من لاعبي الأهلي تحريك الرقم القياسي الأحمر في دوري أبطال إفريقيا ليصل إلى الرقم 10، وهو نفس رقم الأسطورة النابغة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وكتب الناقد الرياضي الجزائري العربي محمودي أن ألقاب النادي الأهلي المحلية والقارية دليل قوة يحذر منافسيه ويهدي الفرحة المتواصلة لجماهيره ويرفع راية الخطر أمام المغامرين الذين يريدون الإطاحة به من على عرشه ملكا على الملاعب المصرية والإفريقية. وقال الناقد الرياضي اليمني بشير سنان: برونزية ثالثة ورقم تاريخي جديد للأهلي أسعدنا جميعا كعرب، حتى من لا يحبون الأهلي سيصفقون له مجبرين. وقالت الإعلامية السورية فاتن قصار: النادي الأهلي فخر لكل عربي بعد الإنجاز العظيم الذي حققه في المونديال. أما الناقد الرياضي العراقي أحمد إسماعيل فأكد أن أبطال المارد الأحمر رسموا لوحة جميلة في أرض المونديال ورسم الفرحة على وجوه جماهيره الوفية. وأشار الصحفي المغربي محمد زوكار إلى أن الأهلي نادي القرن الحقيقي في إفريقيا ومفخرة الوطن العربي، كان يستحق أفضل من المركز الثالث. أما الصحفي الأردني محمود الفضلي فكتب: هنيئاً للأنصار بالأهلي، مؤكداً أن الفخر بالأهلي عقب مشاركته المشرفة في المونديال قد عم البيوت العربية. وتحت عنوان الجماهير الأهلاوية استحقت الذهبية، قال الناقد الرياضي السوداني عوض الجيد الكباشي أن جماهير الأهلي تستحق أن ترفع لها القبعات، فقد كانت وفية لأبعد الحدود. أما الإعلامي الكويتي مشعل شاكر فاكتفى بالقول: الأهلي نعمة عربية بإنجازاته الكبيرة، ونعمة الأهلي جمهوره العظيم. أما الإعلامي البحريني خالد الحدي فأكد أن الأهلي وجمهوره سر نجاح المونديال. وقال الإعلامي المغربي محمد المهدي الراضي: إن مقومات نجاح مؤسسة الأهلي ليست وليدة اليوم ولم تكن قط صدفة، بل هي مقومات استثنائية برزت منذ التأسيس.